أهلا بك عزيزي المتابع في هذه الحلقة الجديدة 11 من هذا الكورس المميز بأهمية مصطلح باللغة الإنجليزية. طيب خلينا نسوي مراجعة سريعة، راح أخليك تحفظ جميع الكلمات باللفظ الصحيح بالكتابة الصحيحة في هذه الحلقة بعد دقائق فقط. اللي أريد منك أن تجهز الآن ونسوي مراجعة سريعة للدروس العشرة اللي مرت علينا المصطلحات بشكل سريع خلال 30 ثانية، وبعدها نبدأ في مصطلح اليوم. أوكي، المصطلح الأول كان ask somebody out، الثاني ask around، add up to something، blow up، back something up، blow something up، break down، break into، break in، break in. قرأتهم بشكل سريع لأن موجودات شرحهم بالتفصيل مع الأمثلة والاختبار كل حلقة لوحدها. سوف أشرح لك في نهاية الحلقة أين تجد الكورس كامل بالتسلسل، هذا الكورس المجاني الرائع ذات القيمة الكبيرة جدا. طيب مصطلحنا لهذا اليوم هو bring somebody down. bring somebody down، طبعا لتحفظ من أول مرة الكتابة والقراءة واللفظ الصحيح يجب أن أولا تكرر بصوت مرتفع 5 مرات، سوف نفعلها أنا وأنت. تكتب بالكراس والقلم، ضروري جدا، إذا ما عندك كراس وقلم أوقف الفيديو، أجلب كراس وقلم واكتب الكلمات الجديدة والعبارات في دفترك. ثالثا قم بإجراء الاختبار أنا وأنت، 4 أسئلة سريعة في نهاية هذه الحلقة. أوكي، let's begin now. bring somebody down. bring somebody down بمعنى make unhappy. make unhappy يعني يحبط، يحزن، يجعل غير سعيد، يجعلني غير سعيد أو يجعل غير سعيد. أوكي، bring somebody down. bring somebody down يحزن، اتفقنا؟ خلينا الآن نقرأها 5 مرات أنا وأنت الآن. Let's begin. Bring somebody down. 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 وصلنا لهدفنا، قرأناها 5 مرات. خلينا ننتقل إلى بعض الكلمات المهمة اللي راح تمر علينا بالحلقة، وهي كلمتين فقط عندنا اليوم. sad، sad، حزين. gonna، gonna. gonna بمعنى going to، going to سوف. اوكي، خلينا ناخذ المثال الاول على مصطلحنا اللي هو bring somebody down. this sad music bring me down. this sad music bring me down. هذه الموسيقى الحزينة تحبطني. خلينا نقرأها 5 مرات انا وانت. let's begin. this sad music bring me down. 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 مرة أخيرة. this sad music bring me down. very good. نروح للمثال الثاني على bring me down أو bring somebody down. okay، مثالنا هو you are never gonna bring me down. لن تحبطني أبدا. نقرأها 5 مرات أنا وأنت، يلا نبدأ. You are never gonna bring me down. You are never gonna bring me down. You are never gonna bring me down. أبدا. نروح الآن إلى الملخص للحلقة قبل أن نبدأ بالاختبار. bring somebody down هذا مصطلحنا. أما الأمثلة اللي كانت عندنا، this sad music bring me down. You are never gonna bring me down. هذا اللي مرت علينا قبل قليل. خلينا الآن نستعد إلى الاختبار. 4 أسئلة مهمة، ركز جيدا معي من الآن. أوكي، سؤال الأول. fill in the following blank. املأ الفراغات التالية. You are never bring me نكتب هذه الفراغات. أريدك تكتب الإجابات في التعليق. السؤال الأول تكتب رقم 1 وتكتب الإجابة. الفراغات تكتب لي إياها بالتعليقات. أوكي، you are never bring me. السؤال الثاني يقول translate from Arabic to English. شو الترجمة من العربية الإنجليزية؟ هذه الجملة. كيف نقول باللغة الإنجليزية هذه الموسيقى الحزينة تحبطني؟ كيف نقولها باللغة الإنجليزية؟ أيضا اكتب الإجابة أسفل هذا الفيديو بالتعليقات. السؤال الثالث
Read aloud. اقرأ بصوت عالي. أنا أسمعك الآن، اقرأ هذه الجملة بصوت عالي. أحسنت، إذا قرأتها بهذه الطريقة، أنت قرأتها بشكل صحيح. This sad music bring me down. أحسنت، جيد. خلينا نروح للسؤال الرابع والأخير اللي عندنا. الآن أريدك تكتب بالتعليقات الكلمة التالية حتى تتأكد من إملائك. Bring me down. Bring me down. اكتبها بالتعليقات الآن. انتهينا من السؤال الرابع. شكرا لك على متابعة هذه الحلقة. انتظرني بالحلقة القادمة، الحلقة 12، راح ناخذها حلقة مهمة جدا، اشرحها بالتفصيل. ايضا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس القادمة. طيب، إذا تريد تحصل على الكورس كما وعدتك سابقا وتبدأ من الحلقة الأولى للحلقة هذه، تروح إلى القناة، تضغط على سفيرس أكاديمي ليرن إنجلش، بعدها تروح على بلاي ليست كما تشاهد هنا بلاي ليست، تروح إلى قائمة التشغيلات بلاي ليست، بعدها تروح مباشرة إلى الكورس أهم 200 مصطلح باللغة الإنجليزية بطريقة سهلة مع الاختبارات. وأنا أعدك الآن بعد إتمام هذه الحلقة، إذا طبقت كل الخطوات المطلوبة منك، أنت حفظت المصطلح ولن تصن الكتابة بشكل جيد. شكرا لك على المتابعة، وألقى قريبا في الحلقة القادمة. تعلم اللغة الإنجليزية قد يكون محبط كثيرا لنا، ندرس كورسات أونلاين أو بالمدارس لكن ما نحصل على أي فائدة ونشعر أن نفسنا ننسى بسرعة، نجيب كتب نقرأ الكثير من الكتب لكن تزداد إحباطنا يزداد ترددنا. سأقول لك بكل صراحة الآن، معاناتك من اللغة الإنجليزية يجب أن تنتهي من هذه اللحظة. سوف أشرح لك الآن كيف، لكن لكي نعرف كيفية حل المشكلة يجب أن نعرف ما هي المشكلة أولا. المشكلة الأساسية هي التعلم الخطأ أو ما أسميه التعلم العشوائي، يعني البعض يقول لنا روحوا بالاتجاه اليمين والبعض يقول اتجاه اليسار، لكن الطريق الأساسي والسبب الأساسي هو التعلم العشوائي اللي يصيبنا بعدة أمور سيئة جدا: تشتت وقلة التركيز، قلة الثقة بالنفس، ضياع العمر والوقت والفرص، ولا نصل إلى أهدافنا، وهذا سببه هو التعلم العشوائي، التعلم بدون منهج ثابت. الحل الأفضل لإتقان الإنجليزية هو برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي English Personal Mentor. سوف أخذك من الصفر إلى الاحتراف، وسوف نتعلم القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة وجميع المهارات التي نحتاجها لإتقان اللغة الإنجليزية. سأكون سعيد جدا لمساعدتك، وأنا بانتظارك الآن. خذ هاتفك وتواصل معي بالضغط على الزر أسفل هذا الفيديو، وأنا بانتظارك حتى نبدأ في برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي. تواصل معي الآن. الأستاذ حسين الغالبي، مدربك الشخصي، بانتظارك الآن. أهلا بك.